السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين، الطلاب الأذكياء، الطلاب الشطار، إن شاء الله يا رب الصحة والسعادة، وإن شاء الله أعلى المعدلات ورافعين روسنا وروس أهلكم بمعدلات حلوة وعفاءات راقية ومميزة مثلكم، وما تطبون الامتحان النهائي بسبب الإعفاءات والمعدلات المميزة إن شاء الله يا رب. موضوعنا هو indirect question، الأسئلة الغير مباشرة للصف الرابع الإعدادي بالوحدة الأولى. من اسمه questions الأسئلة indirect غير مباشر. زين شلون أسئلة غير مباشرة؟ أنت عندك سؤال مباشر سؤال غير مباشر، إذا أردت تسولف أسئلة مباشرة شيء عادي، لكن إذا صادفت شخص غريب أو وردت تكون أكثر أدبا وأسلوب مهذب تستخدم indirect question الأسئلة الغير مباشرة عندما تريد أن تكون أكثر أدبا أو مع الأشخاص الغرباء. شوف هذا السؤال، can you tell me where the museum is؟ تقدر تدليني أو تقدر تقولي أو باستطاعتك أن تخبرني أو من رخصتك وين المتحف؟ وين مكان المتحف؟ ومباشرة أجي بالسيارة ونزل جام شوية وأقول وين المتحف؟ طبيعي راح يصير بيها ردة فعل، لكن إذا جاء شخص وسولف لك سالفة قال لك من رخصتك، إذا ماكو زحمة علوات تقدر تقول لي، هذا أسئلة غير مباشرة. شوف تقدر تقول لي أو أتستطيع إخباري أين المتحف؟ طبعا راح تقول له أنا المتحف وأنت الممنون، لأن جاك بأسلوب مهذب وطلب مؤدب. Could you tell me if you are open today؟ أتستطيع إخباري هل ستفتح اليوم؟ راح تفتح اليوم لو أنا من رخصتك إذا ماكو زحمة. المهم كان يترمي وكود يترمي بمعنى أتستطيع إخباري، أو نقدر نقول من رخصتك، أو إذا ماكو زحمة بإمكانك إخباري. كلها أسئلة غير مباشرة للطلب للسؤال المهذب مع الأشخاص الغرباء أو عندما تريد أن تكون أكثر أدبا. شوف عبارتين can you tell me could you tell me، اثنينهن هذن العبارتين can you tell me و could you tell me نفس الشيء، أي وحدة تستخدم من عدن عادي. قال لك can you، قال لك استخدم can، تستخدم can you tell me، قال لك could، تستخدم could you tell me، لكن استخدامهن اثنينهن نفس الشيء، اثنينهن أي وحدة تستخدم صحيح. من يقول لك سؤال ويعطيك سؤال غير مباشر أي وحدة تستخدم براحتك. زين آجي الاستخدام الأول، إذا كنت تريد أكون أكثر أدبا أو مع الأشخاص الغرباء، زين لازم أعرف أساسيات بهذا الموضوع، عندي أساسيات أمشي عليها. أول شغلة أخليها ببالي، الجملة الإنجليزية إذا كانت جملة استفهامية راح تبدي بأداة سؤال، أداة سؤال اللي هن أدوات السؤال where when how many how much how does it cost إلى آخره من الأسئلة اللي تسمى WH question، الأدوات الاستفهام أو أدوات السؤال اللي إحنا نستخدمها. يتبعها فعل مساعد بعدين فاعل بعدين تكملة، هذا السؤال المباشر بشكل عام. إذا أردت تسوي سؤال غير مباشر لازم شو أسوي؟ أحول هاي الجملة إلى هذه، تصير أداة سؤال بعدين فاعل بعدين فعل بعدين تكملة، يعني هاي الجملة أحولها إلى هذه. هذا الشغلة الأولى اللي أخليها ببالي. أجي الشغلة الثانية، إذا السؤال عندي ما بدأ بأداة سؤال، أكو أسئلة عندنا تبدي بفعل مساعد وأكو أسئلة عندنا تبدي بالأفعال المساعدة الموجودة عندنا اللي هن is am are do does did can could may might shall should would إلى آخره من الأفعال المساعدة اللي ممكن يبدي بها السؤال، وهذا تسمى الأسئلة القصيرة. إذا بدأ عند السؤال بفعل مساعد بعدين فاعل بعدين تكمل، هذا السؤال قصير وجوابه يكون قصير إما yes أو no. هذا الأسئلة القصيرة لازم أخلي ببالي إنه من أرد أحل لازم أسوي هذا الجملة الاستفهامية، لا أخلي if بعدين الفاعل بعدين الفعل المساعد بعدين التكملة، وعلامة الاستفهامية هي تنزل. هذن الشغلتين أخليهن ببالي. زين آجي أنا المطلوب من عندي سؤال غير مباشر وحولت واحد من الصيغ السؤال، إذا جاني سؤال بـ WH question أو جاني أسئلة قصيرة
حولت اي سؤال تريد تحوله براحتك. زين اجل دحين اول شغله كان يو تيل مي كود يو تيل مي اي وحده تستخدم من عدد صحيح، اذا حددك بوحده مو مشكله، انت حفظت اثنين نفس الشيء. هذن اثنين قبل النقطه، اثنين قبل النقطه ثلاثه، يعني اذا ردت تحل هذا السؤال تخلي وحده من ذن الجمل قبل هذه، إيه هنا يكون موقعها. زين اذا ردت تحل ليش نوع من السؤال تخلي وحده من ذن اثنين، إيه هنا يصير هيك موقعها. يعني إيه هنا كان يو تيل مي كود يو تيل مي الى اخره، كان يو تيل مي وكود يو تيل مي. ايضا هنا كان يو تيل مي او كود يو تيل مي، اي وحده تستخدم صحيح وترتب الجمله كامل. ظلت عندك شغله تنتبه لها، هسه انا انتبهنا على شغلتين، رتب الجمله الاستفهام اذا بدت بدأة استفهام، ورتب الجمله اذا بدت بفعل مساعد. ظلت عندي شغله مهمه، اذا وجدت عندك الافعال دو داز ديد وين ما تشوفن، اذا السؤال عندك سؤال عادي او سؤال من الاسئله القصيره اللي تبدي بفعل مساعد قبل احذفهن مباشره، احذفهن. والحذف مالهن، الحذف مالهن من حذفتهن ترتبت عندك الجمله حسب هذا الترتيب او هذا الترتيب اللي بالازرق. اداه سؤال فاعل فعل تكمله، اداه اف فاعل فعل تكمله، حسب الترتيب مباشره ترتبت عندك الجمله. اذا لقيت دو داز ديد احذفهن ولا ترتب كل شيء. زين تجي عاد شغله، اذا حذفت دو لا تغير كل شيء، اذا حذفت داز شوف وين الفعل، خلي له اس، الفعل اللي بعد الفاعل مباشره نضيف له اس. اذا حذفت ديد دور للفعل اللي بعد الفاعل ورجعوا الى الماضي، رجع الفعل الى الماضي. اجي هنا where are the dictionaries، اين هي القواميس، القواميس جمع قاموس. indirect question مطلوب من عندك سؤال غير مباشر، اول شغله اجي خلي ببالي انه لازم انزل شنو عباره السؤال الغير مباشر اللي هي اما can you tell me او could you tell me. نجي ننزل can you tell me، can you tell me، نزلت عباره السؤال الغير مباشر، تنزل could you tell me ايضا صحيح، اي وحده تنزل ماكو اي مشكله سواء هذه او هذه. زين السؤال عندي بادي دبليو اتش كويشن، اداه سؤال، شو تقول عندي أداة سؤال وفعل وفاعل وتكملة، أداة سؤال وفعل وفاعل، التكملة مو موجودة، لكن عندي أداة سؤال وفعل وفاعل، لازم أرتب الجملة حسب هذا الترتيب، أداة سؤال وفاعل وفعل وتكملة. أجي أنزل وير، تمام أداة السؤال نزلتها، فاعل the dictionaries are و question mark كمل عندي السؤال الغير مباشر، نزلت عبارة السؤال الغير مباشر ونزلت الترتيب أداة سؤال وفاعل وفعل، ونزلت question mark علامة الاستفهام كمل عندي السؤال المباشر، زي السؤال الغير مباشر. أجي على هذا النوع عندي أداة سؤال بس وجدت بي does، وأنا الجملة قالت لي ذا، وين ما تلقي دو وداز ودد أحذفهن. أجي هنا شنزل لازم واحدة من ذن العبارات، خلي نستخدم can you tell me، can you tell me، والسؤال بادي مو عندنا فعل مساعد how much، اذا عندي how much اذا سؤال من ال wh question اداة سؤال. زين شو يقول عندي، لازم انزل اداة السؤال بالبداية اللي هي how much، نزلت how much. زين بعدين فاعل بعدين فعل بعدين تكملة، الفاعل هو it، وانا قال لي وين ما تلقى الدز احذفها وضيف اس للفعل، اجي اشطب الدز واخلي اس للفعل، اذا راح انزل الفعل نفسه costs ثم question mark كمل عند الحل مباشرة، حذف الدز وضفت اس للفعل ونزلت الجملة كاملة، هيك نحل عند السؤال الغير مباشر. اجي على هذا النوع من الاسئلة، عرفنا نوع من الاسئلة بداية الاستفهام، وعرفنا نوع اذا بي دو او داز او ديد. زين اجعل هذا النوع اللي هو الاسئله الغير مباشره اللي يبدي بفعل مساعد،
Are you okay؟ هل أنت بخير؟ زين أنا أستخدم عبارة سؤال غير مباشر. آجي خلنا نستخدم على مرة could. Could you tell me؟ نزلت could you tell me. زين شو يقول؟ لازم أنزل if. نزلت if. شو يقول إنه بعد الاف فاعل؟ الفاعل وينه؟ you. شو يقول إنه فعل مساعد؟ وأنا عند الآر. هنزل if you are ونزل التكملة okay و question mark. كمل عند السؤال ومباشرة حليت. أجي على هذا النوع من الأسئلة، أسئلة قصيرة لكن تبدي بشنو؟ بدو أو دز أو دد. أنا إيش قال لي؟ قال إذا تلقي دو ما تغير كل شيء، وإذا تلقي دد ترجع الفعل للماضي، وإذا تلقي دز أم الأس أضيف الأس للفعل. اخذ الدز من حذفتها اجيب الاس مالتها واخليها للفعل. اجي do you have a breakfast؟ شو يقول عندي؟ can you tell me او could you tell me؟ خلنا نستخدم can you tell me. استخدمتها كامل. زين هذه استخدمت can you tell me. اجي انزل if. زين قبل كل شيء قبل لا احذف من اشوف do مباشره احذفها وما اغير كل شيء. زين عندي نزلت فاعل فعل تكملة أنزلها if you have a breakfast. كملت عندي الجملة مباشرة وكمل حلها وما احتاجت أي شيء. زين هذا كل ما يتعلق بموضوع الأسئلة الغير مباشرة للصف الرابع الإعدادي. أشوفكم موضوع ثاني إن شاء الله في مال الله.